بعثت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله برقية تهنئة إلى سعادة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمناسبة منحها جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة من قبل منظمة الصحة العالمية واعربت سموها حفظها الله عن خالص التهاني والتبريكات لهذا التكريم الدولي رفيع المستوى والذي ياتي ليؤكد على تميز مساعي الدكتوره مريم وتنوع اسهاماتها في تجويد الخدمات الصحيه في مملكه البحرين مشيده بجهودها على مر مسيره عمليه حافله بالعطاء المثمر وهي تضع نصب اعينها خدمه الوطن العزيز واهله الكرام تحقيقا لتطلعات قيادته الحكيمه